لك نيشو كتسول سعيد مالي خويا سعيد الخدمة واقفة عجية وزوبي دقة بطة اش هاد الشلاضة دايرة؟ تاش من شلاضة انت كتفهم في هاد الشيء راه غادي ندير سيت ونلوح فيه الوصفات الطبيعية للعيالات ودابا تشوف شحال غتجيني من جيم ربي لما دير لي جيم تا الله يعطيك الستر ليك جيم؟ من ناقص من ديك جيم ديالك ونوضي نوضي جمعي هالشلاضة دي وسيري سيقي باب المحل لا نوض نسيق الجامعة الشانطي حسن ايوا اجي راه خلي الحاد قالت لالياتك سير سير لالياتي سير سير تبقى دابا شي وحده حادقه سير بحالك سيدتي الجميله الوصفه اللي غادي نقدم لك اليوم هي الخيار محكوك مع بطاطا محكوكه مسلوقه وكاس ديال زيت العود كتخلطيهم مع بعضياتهم مزيان هكا حتى كيتجانس الخليط وكطلي هكا على حنيكاتك بحال هكا سيدتي خص التخليطه اللي تخلطيها تكون تجانسه مزيان وملي تطلي طلي طاليه وحده هاكا وتشوفي وجهك ملي غتحيدي الماسك غيولي هكا على مزيناتو ولكن قبل ما تحيدي الماسك سيدتي الجميله خصك ضروري ما ترخاي وديري ريلاكس هاكا وتخمضي عينك وترتاحي هادي لالا زبيده فيديوهات جميل لقاو اقبال كبير باكثر من 10 مليون مشاهده لالا زبيده كيفاش كتحسي براسك الصراحه ديال الله ما نكذبش عليك اللهم لا حسد فرحانه براسي مزيان وحاسه بالعاقه داخله مزيان هاد الشهر لالا زبيده اشنو هما مشاريعك المستقبليه مشاريعي المستقبليه حاليا واحد الشركه عرضت عليا تنتج ليا واحد البرنامج سميتو كوني زوينه في الكوزينه وانا اختي باقا كندرس المشروع ما نكذبش عليك ما عنديش مع ديك القضيه ديال التسال ما تسال كانت العاقه خدامه ما كانش الله يعاون بارك علي اختي كانت تسال سعيد جمهورك بغى يعرف مشاريعك الشخصيه بغيت تدويو على العريس وكنطمنهم كنقول لهم الحمد لله كونوا هانين نحسب العريس جاي في الطريق جاي جاي لا هو جاي 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 ان شاء الله جاي نجيك في الراس انوضيا بسم الله الرحمن الرحيم انا ري مالك انت فين ما مشيت تابعني الله يحضر السلامه وانوضيا الكلين غايجوج معايا الشطه ديالك عليا من هنا اسيدي انا ما خدامش عندك انا واحد الانسانه مشهوره ما نسالياش لك العاقه داخله عندي على الجه ولا ما تيقتيني شوف شحال شافوا من واحد الفيديوهات ديالي على القله على القله واحد عشرات المليون تفرج لي مع راسك راه جوج اللي شافوا ها وين هي جوج الاول انا بغيت نشوف الشطه ديالك والثاني ما تيقش عاود شفت وين وكيفاش هما مشات سعيد